هيدي مناسبة كذلك أن نكون نحن مع بعضنا كشعب سوري كليتنا مواطنين بهالبلد تنقدر نشترك مع بعضنا ونعمل مع بعضنا تنرفع من مستوى بلادنا وتخلي يشوف الآخرين أنه يا أخي نحن بهالبلد منحب هالبلد وبدنا نشتغل لهالبلد. النقطة الثانية يلي هي عيد الفصح خصوصا إلنا نحن المسيحيين، هيدا العيد الركيزة لكل شيء في عنا نحن اسمنا حياة مسيحية. إذا في شيء اليوم نحن منقدر منقول إنه يسوع المسيح هو لأنه قام من بين الأموات. إن شاء الله حياتنا كلها يلي بدنا نكون فيها هلا نعيش فيها تكون هي قيامة وبعث إلى فوق وأعلى وأعلى. أهمية البازار موجود اللي عم نعمله اليوم هو نقدر نحن نرجي اليوم العالم احنا قدرانين نعمل شيء محدد، نعمل شيء من ابداعنا من شغلنا من حياتنا من جهدنا من تعبنا، ولكن كمان حتى نقول لكل العالم ان كان عربيا ولا غربيا انه اليوم سوريا هي مهد الحضارات وهي مهد المسيحية وانتشار الرسالة من هون رح تبقى مثل ما هي منارة ونور لكل العالم لانه هو هالنور الشرق الجديد ليحمل قيامة وفرح ربنا يسوع المسيح. نحن بنشتغل هاند ميد اكسسوارات، هون فرصة كتير حلوة لنسوق لشغلنا. نحن بالعادة بنشتغل على النت بس بنحب البازارات لأنه بتحسي إنه أكثر عالم بيعرفوا عن شغلنا وبتحسي هيك أجواء أعياد. نحن بنشارك بازار الخيري لأنه في مساعدة لكثير العيال المحتاجة، وكمان نحن بنفرح باجتماع العيد وباللمة الحلوة. عم بشترك هلا ببازار كنيسة سيدة دمشق مشان نقول لكل العالم كل عام وأنتم بخير بعيد الفصح وينعاد عليكم بالصحة والسلامة، وإن شاء الله كمان هو الحلو إجا يعني موقت مع شهر رمضان المبارك، فكل عام وسوريا بخير وشعبها بخير وقائدها بخير. بلشت الفكرة عندي إنه الفواكه كتير عنا بضيعة ونص عم بيروح هدر، أنا مشان استفيد منها كل السنة قررت إنه يعني ابتكر طريقة إنه حافظ عليها وناكلها كل السنة. في عندك الكومبوت، الكومبوت هو الخشاف اللي بنعمل مثل الكراز نجاس، هذا كله طبعا شغل ايدي. كتير بحب اشتغل بالحلويات وبالمعجنات، حبيت اعمل كل شيء بخص العيد الفصح، الالوان الحلويات اللي نحن بنحب نعملها على الفصح، سابلي كوكيز جوزة ملونة، كتير بحب هذا الشغل.